مشاهدي قناة لوسات تي في، مرحبا بكم معنا مجددا في حلقة أخرى من حلقات كواليس الأسود. ضيف حلقة اليوم الهداف التاريخي لفريق الجيش الملكي سابقا ولعب المنتخب الوطني في 89 إلى 93 الحسن أنافلوس. سي الحسن مرحبا بك على قناة لوسات تي في. بارك الله فيك وتشكر لوسات تي في على هذه البادرة الطيبة وشكرا. نعم سي أنافلوس، للأسف تبدد حلم المنتخب الوطني لبلوغ نهائي العرس مونديال في فقطر 2022. المنتخب الوطني نحت اسمه من ذهب في هذا المونديال. ما تقييمك لأداء الأسود وما سر نجاح وليد الركراكي في هذا المونديال؟ أولا كنشكر الفريق الوطني بجميع المكونات ديالو، من طاقم تقني اللي ترأسه السي الركراكي، وكذا طاقم الإداري اللي كيترأسه السي القجع، وكذا اللاعبين برئاسة الكابيتانو سيس. فتنظن أن جميع المقابلات اللي قام بهم الفريق الوطني كان هذا يعني ابتزاز وشكر وافتخار للمغاربة، جميع المغاربة وجميع العرب عامة وكذلك الأفارقة. بالنسبة لي أنني راني في الحقيقة اللي لاحظت هو أن جميع المقابلات دست واحد الجو رياضي وواحد التكتيك هائل، وسر النجاح ديالهم هو ان يعني حتى يعني السيد الركراكي لعب على جوج جوانب، كاين الجانب التقني والجانب الذهني، وكذا اللاعبين كل واحد قام بالدور ديالو، وهذا ما هذا هو السر ديال النجاح ديال الفريق الوطني والرعايه الملكيه. اما بالنسبه في الحقيقه كنشكروا سيدنا الله ينصرو بالرعايه ديالو وبالمجهودات ديالو، وكذلك حتى مدرسه التكوين ديال السيد ديال محمد السادس اللي عطات زعما لاعبين كبار، وهذا هو سر النجاح ديال الفريق الوطني. نعم سي أنافلوس، مباراه المنتخب الوطني اللي جراها مع فرنسا، الاسد المغربي كان قاب قوسين او ادنى ان يضيف الديك الفرنسي الى قائمه ضحاياه لولا المصدره التحكيميه التي ارتكبها الحكم المكسيكي سيزار راموس. الجامعه دارت بلاغ للاتحاد الدولي تدين فيه بشده ما وقع للمنتخب الوطني. هل المنتخب الوطني تعرض فعلا لظلم تحكيمي في هذه المقابلة؟ بطبيعة الحال هذا بدون ذكر ان نقول انني انا مغربي باش ندافع على الفريق الوطني او عربي باش ندافع على الفريق الوطني، وانما الظلم اللي تلقى له الفريق الوطني هذا كان تنادس به من جميع الدول، يعني لا دول عربيه ولا دول اوروبيه، وكاينين لاعبين كبار اللي مروا. مثلا نعطيك كمثال كاسياس اللي هضر على التحكيم، وكذلك وكاينين لاعبين كبار اللي مروا. مثلا نعطيك كمثال كاسياس اللي هضر على التحكيم، وكذلك يعني كولينا، يعني كاين بزاف ديال المدربين ولا لاعبين قدامى وحتى حكام. وفي الحقيقه كما لاحظتم جميعا ان ضربه الجزاء اللي تحيدت في المقابله اللي كان غير مجرى المقابله، وكذلك حتى بعض يعني واحد القرارات اللي كانت غير صائبه في المقابله. وكنحيي الجميع على التقرير اللي داروا باش يبينوا ان هذا راه ظلم باش تحيد الفريق الوطني، والفريق الوطني كان عليه انه الحق النهايه بدون قوس وادى. نعم سي أنافلوس، يخوض المنتخب الوطني مباراه حاميه الوطيس امام المنتخب الكرواتي. هل بامكان كاتبه وليد الركراكي ان تعطل الاداء الكرواتيه بقياده لوكا مودريتش وبالتالي تطويق عنق اللاعبين بالميدالية البرونزية التي ستظل في الذاكرة وفي التاريخ؟ في الحقيقة على ما يبدو أن من أسهل المقابلات هي مقابلة ديال كرواتيا، أولا لأن كنا لعبنا معهم عرفنا اللعب ديالهم، ثانيا الضغط النفسي ما غيكونش بحال اللي كانت تلعب في فرنسا، لأن المقابلة ديال فرنسا كان واحد الضغط نفسي كبير على اللاعبين. وتنظن 100% ان شاء الله الى ما غيرش الخطه، لان السيد الركراكي في المقابله ديال فرنسا كان هناك بعض التغيير اللي خلى الفريق يعني فقد الميزان ديالو في المقابله. وكما قلت في البدايه ان هذه المقابله ماشي صعبه بحكم اننا لعبنا معهم وتعرفوا كرواتيا. فتنظن ان شاء الله في المقابله، تنظن هذه المقابله هذه غادي نحاولوا باش ان شاء الله الركراكي يدير يشجع يعني اللعابه ديالهم لا نفسيا ولا تكتيكيا باش نفوزوا هذا. وكنظن ان الفوز ان شاء الله اللي غيكون لصالح المغرب ان شاء الله. كاخر سؤال والجواب يكون باختصار، في هذا المونديال سطع بريق جيل جديد من اللاعبين كأوناحي، لاعب فريق اونجي، المرابط، نصيري، واكرد نايف،
ولائحة طويلة. هل هذا الجيل قادر على أن يرصع خزائن المنتخب الوطني بلقب إفريقي الذي غاب على خزينة الأسود منذ 78 بأديس أبيبا بإثيوبيا؟ ولماذا؟ كما لاحظتم أن جميع المقابلات اللي لعب فريق الوطني لعب مع فرق كبيرة ولعب في كأس العالم، يعني كأس العالم ماشي هو كأس إفريقيا. لماذا ما تكونش عندنا الطموحات ديالنا، الطموحات أننا نحاول أننا نجيب على الأقل كأس إفريقيا المنتخب الوطني بلقب إفريقي الذي غاب على خزينة الأسود منذ 78 بأديس أبيبا بإثيوبيا؟ ولماذا؟ كما لاحظتم أن جميع المقابلات اللي لعب فريق الوطني لعب مع فرق كبيرة ولعب في كأس العالم، يعني كأس العالم ماشي هو كأس إفريقيا. لماذا ما تكونش عندنا الطموحات ديالنا، الطموحات أننا نحاول أننا نجيب على الأقل كأس إفريقيا، وبإمكاننا أننا نجيب كأس إفريقيا، لأن الفريق الوطني الآن حاليا متكون من مدرب يعني مقصدر بلاعبين كبار اللي كيمارسوا كرة القدم في أوروبا، يعني لاعبين محترفين. وتنظن هذا ماشي من الصعب أننا باش نجيبوا كأس إفريقيا، وكأس إفريقيا أبسط من كأس العالم. وفي الحقيقة إلا كانت كما كنقولوا دائما خصنا تكون دائما هذاك دائما يعني تبقى هذيك اللي يسير على النمط اللي غادي فيه الفريق الوطني حاليا، وتنظر ما تكونش مسألة صعيبة بأننا ندي لقب دافريك. ولما لا أننا نطمحوا مثال في إقصائية ديال كأس العالم إن شاء الله ديال 2026 وكأس إفريقيا، وكاين تدارات أخرى اللي غادي إن شاء الله غادي تكون أمامنا إن شاء الله، وتنظر أن أبسط ما يكون حاليا. نعم. إذا سي حسن الفلوس لاعب فريق الجيش الملكي سابقا والمنتخب الوطني في حقبة الثمانينات والتسعينات، شكرا جزيلا لك. شكرا لست تي في على الاستضافه ديالها، وان هذه الجرائد الالكترونيه وكذلك هذه الصحافه هذه راه هي كنقطه مطار كتسقي واحد الورده اللي في الحقيقه بدات تدبال. وشكرا لكم جزيلا. اذا مشاهدي قناه لست تي في كان هذا حوار مقتضبا مع احد نجوم الزمن الجميل بفريق الجيش الملكي حقبه الثمانينات وكذلك للمنتخب الوطني المغربي السابق الحسن انفلوس. نتمنى حظ الموافقة للمنتخب الوطني المغربي بأن يسطع بريق نوره في هذا المونديال، وأن يزأر الأسد المغربي خلال هذا العرس المونديالي، وبالتالي أن يعيد البسمة من جديد في نفوس وقلوب الشعب المغربي، وأن يرسم صفحة مشرقة في تاريخ كرة القدم العالمية. مراد الزلاجي لقناة لوسات تيفي الرباط.